يوم 14 من نوفمبر اختير في عام 2006 من قبل الأمم المتحدة كيوم للتوعية لمرض السكري، واختيرت الدائرة الزرقاء كشعار في هذا اليوم، تهدف الحملة أو اليوم في هذا السنة لتعزيز دور الوعي ونسبة الثقافة لدى كافة المرضى وأسرهم. بالشراكة مع القطاع الخاص نقوم بالعديد من الأنشطة التوعوية، وكما أسلفت الدكتورة سعاد كانت لدينا العديد من النشاطات المتعلقة بتوعية وتثقيف المجتمع حول أخطار وأمراض عديدة، ومن أهمها كانت لدينا يوم علمي حول سلامة المريض. احتفالية اليوم العالمي للسكري اللي وافق 14 نوفمبر كانت لي محاضرة بعنوان مقارنة بين القدم السكري والأورام. زي ما نعرف أن احنا في العالم أننا مهتمين بالأورام، لكن كانت هناك دراسة أعطيت دراسة بالأرقام ما الفرق بين القدم السكري والأورام. أعطينا التكاليف، حجم التكاليف. زي ما نعرف أن في الولايات المتحدة الأمريكية تكاليف علاج الأورام توصل إلى 16 مليار دولار سنويا بالنسبة للأورام الريع، في حين أن القدم السكري إلى 17 مليار دولار. إذن حجم المشكلة كبير. أعطينا مقارنة بالوفيات خلال 5 سنوات بالنسبة للمقارنة في بين القدم السكري، المريض اللي يصاب بالقدم السكري والأورام. زي ما عارفين ان بعد البنكرياس اللي هو نسبة الوفاة 90%، أعطينا مقارنة بين قدم مصاب بالقدم السكري وورم الريع. ورم الريع يصل حوالي 86%، في حين ان المصاب بالقدم السكري خلال 5 سنوات نسبة الوفيات يصل الى 68%. يصادف اليوم 14 من نوفمبر اليوم العالمي لمرضى السكري. قامت وزارة الصحة بإطلاق العديد من المناشط والاحتفاليات بهذا اليوم، وذلك لزيادة مفهوم الإدراك والتوعية لدى كافة شرائح المجتمع. نتواجد اليوم داخل مدرسة التقدم الكائنة بمنطقة بن عاشور طرابلس لإحياء أو إقامة العديد من الندوات العلمية. تمت هذه الندوة اليوم بالمشاركة أو برعاية مصحة المسرة للخدمات الطبية. ستكون هناك اليوم العديد من المحاضرات العلمية والتي تتناول مرض السكري وتأثيره على قدمه وقدم المريض، وأيضا مشاكله وأضراره على العيون وغيرها من المحاضرات. قام بإلقاء هذه المحاضرات العديد من القامات والأطباء المتميزين. سيكون في نهاية هذا الحدث حلقة نقاش لمعالجة والخروج بتوصيات لكي يتم تقديمها إلى صناع القرار بوزارة الصحة الليبية.